بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، الكلمات التي نجى بها موسى من فرعون، الكلمات التي نجى الله بها موسى من فرعون حين وصل إلى البحر، والتي بها انفلق البحر لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام عندما فر وخرج هو وبني إسرائيل، خرج ورا فرعون، ف لغاية ما وصل البحر مبقاش في منفذ، البحر قدامه ووراه جيش فرعون. فربنا قال ايه في سورة الشعراء؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فسيدنا موسى قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم وأزلفنا ثم الأخير الآيات. أن نضرب بعصاك البحر. فسيدنا موسى لما لقى قدامه البحر، طبعا أزمة شديدة جدا جدا. فلما ترى الجمعان، يعني سيدنا موسى والناس اللي معاه شافوا فرعون والناس اللي معاه وهم كمان شافوهم. سيدنا موسى هيروحوا فين؟ هيروح فين؟ هيطلع قدام هيخش في البحر، هيرجع لورا هيقبضوا عليهم، هيروح فين؟ ما فيش منفذ. فسيدنا موسى قال الكلمات ديت فربنا سبحانه وتعالى نجاه وفلق له البحر. روى الإمام شمس الدين السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عن الأحاديث النبوية، وأيضا الإمام الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبد الله بن مسعود عن الأعمش من كبار علماء التابعين، عن أبي وائل من التابعين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى حين انفلق البحر؟ قلت له: نعم بأبي وأمي أنت يا رسول الله. قال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى ولك وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله. وقال أبو وائل من التابعين: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من عبد الله بن مسعود. وقال الأعمش: فما تركتهن منذ أن سمعتهن من أبي وائل. يعني كل واحد خد الحديث من الثاني ما سابش الكلمات دي، لان الكلمات ديت تنجيك من اي مصيبه. في مصيبه اكبر من مصيبه موسى عليه السلام لما لقى نفسه في قدام البحر، يا الغرق يا يتقبض عليه هو وبني اسرائيل من فرعون هياخده. فقال الكلمات ديت فربنا سبحانه وتعالى اوحى له انه يضرب البحر بعصاه فانفلق. فلو انت قلت الكلمات دي بنيه صادقه، بنيه ان ربنا ينجيك من المصيبه اللي انت واقع فيها، ربنا ينجيك زي ما نجى سيدنا موسى عليه السلام. وهديك شايفين لا الصحابي سابها ولا التابعي اللي هو الابو وائل سابها، ولا التابعي الثاني الاعمش سابها، وانا نحن من هؤلاء العظام. فيا ريت كل واحد يحاول يحفظ الكلمات دي واجعلها في اورادك، يعني مع اذكار الصباح والمساء، ودايما ولما تقع في اي مصيبه او ازمه قولهم زي ما بتقول اذكار المساء، قولهم بنيه النجاه. فانا هكتب لكم الحديث العظيم ده في الوصف، انسخوا هذا الكلام واتشوفوا نشر هذا العلم في ثواب عظيم، ولعل علما في الله اجر علما، ما تنسوش تفعيل الجرس، شكرا لله، السلام عليكم كل جديد، وساعدوني على نشر السنه. اقول قولي هذا، استغفر الله.